ايوا حتى هي درجه في المرق هذاك ان شاء الله. حتى هي هون حتى هي هون لي صالة انت ما عندكش انت الله لكن انا الصغار جات هي فاتحه المرق قبلي كان قهوه انا لا البطاره كار بارد من فريجدير ما زبيت هنا تحت راه نكبو ياك انا غير نروح انت والشباب قام مثلا يقدروا انت تحط لك راه عندك قام مثلا يقدروا السلام عليكم لا شنو حنا تيور الدا انا ما نسكنك تيوري هون الدا هو اللي قالها لنا الدا من هو اللي يقول انت قلتها انا مالي قلت لكم تي يعني شغلك غير هذا هاي مالو صار هو قطعة بلته يلا بلته دا انا راك سيري قولنا شي قعدت وصرا ماما يفتك لك تسيريهم هما يمتيون انا قاعد اقول ايش واصحابك تمويرين جو قعدوا عني فوق هالبلا قيسوا عني شو المجازين اذا فهمتوا واحدة شميدي ينطرح لغدا حد راح اصمد عني ميجي هو اللي ينطرح لغدا صمتوا اللي قالت لكم منكم سكتوا فهم ميجي اللي ينطرح لغدا لحقكم ولا شيء لحقكم ما لحقكم نصمكت منه اصلا ميجي ما يمتغدي لكن اللي بغيت فيه العشاء اللي ينطرح الساعة الثامنة شو ويتير اذا لحقكم اللي تعشى ما لحقكم ولا تصمكت من العشاء كفطوا عني ذبيشتكم ذي مفضلكم ان شاء الله رفدوا عني واخو عني يلا رفدوا عني ذا حياتي ما يستعملوا ليش ما عندك صح ما عندك صح انا صح امشي دونك يسقري مني ما فرصه هيك ما يصح ما يصح انا سكنت معاه ما يقدر عليا ولا نص ساعه كل نهار نص ساعه جينا هذه المره تقول لي قيسير مغازيت كيفين انا خويا سلامو اللي الكارتي فور مقدرتني محترمتني تقول لي واخا الحياه ما يساوي والله الحياه ما يساوي انا وكلاس نتقداو ميدي ابدا انا وانت تعشاو ويتا ماتشي نحنا كنا فيديو نتعشاو 5 كار دي ماتير صرحا انت راحت لنا مولم لا جاي لنا حد تفو ولا جاي لنا حد يرين تم يا ولاد تقول شي تقولوا لنا نحنا هنا راه نطرحوا لحد ودا ود ودا تتقدا لا باعي ترى احنا متعلمين نشتغلوا لا بالعقل وي لارك يعطونا وجه وجهين بقوه نعطونا بقوه ما قدنا نصبر صبر اصبر نعطونا بقوه بنا عن فكره في روايه العدل هذا الله يحب الصابرين صبر صبر يا اخي شتي المراه نحن لا بد لنا نطرحوا لحد والله بعد هذا الكلام ان شاء الله لا والله مو سعيد حياه صرتك لا صعيبه مولي ما اجمع معقول خويا سر همو ايه والله تفضل تفضل تفضلي راعيني ماشي بقايتي وراجعه حالا نختار نرجع نلقاك ذي الوساخ كامل بالله يسوعني نصقه اه صح نحن احنا ما عندنا بويات اذا فهمتوا وسقل عني التحويشه وسقل عني دوش وكوزين لان الحق فيه وسخه انا مول الدوش ما قد نخشو كاع اذا فهمتوا والله ما فهمتوا نختار نجي صنع الحق هون الوسخ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اخي قط بالي ابدا انا كمان اقول لك البلاي ما نعرفك انا يا اخي اراد في العز مسح لك ما مبال انا ما اصقل دوش حتى انا ما باي نوع ما ما اصقل كوزين متعادني عليه متعادني عليه ابدا انا ما اصقلو ابدا كليك فراس ابدا كفر راسك لا برا الاخبار فهمت اسمع ارقب لو سعيد نور رقب ساتر بنات بدارة ما قالت الصغيرة تقع خو أنا قع أنا من كبير وجعني بيها طاش من بيها تتكاس عليها كرب نصب كرب الدوش أنا بعد أني طحت في الدوش شد مودي لقيت حالها يا أخي لهم أسبوع في يوم الوكيل يا أخي طالع خايف الناس اللي حد شو أنتو كلاس يشتغلوا في الدار مشي شيعة ولا شي مشكلة حط من المعلومات يا أخي خلاص أنا تعب شي تقعد ليش تعب قر سبون 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 نوحلو في شي ما لحظة كاس شوي خلينا نطرح لكم لعبه. اوه بلاك ما عندكم مشكله. يا سلام. هاي ميسه دائما عارف انا في الندويات يجيبوا فيها ارضف ومشوي وصلات وياكم وفريد. دائما جات معها معدلتها. حلو. ايه حلو. حم صلات حم مشوي. عساكم لا عساك قالوا كلها كلها. هي ما يشبع ما هو الحمار. الاطعمه ما تخلط مشوي ومار وكسكس لا يتخلطوا وش لكم تخلطوا؟ نجون نروح على طول كامل داري لا واحد واحد خلط كامل 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 كمان جاي بالكم يا سر ولا تكاش ها بلاتات هو دائما يجي من فريت والاول ها بلاتات يجي من فريت مع فريت والاول اللي يجي
هذا شنو؟ هذا العشاء. ايش منين؟ اللي هو انت هاجته انت بعي ما هذا كتياعش عشاء حتى؟ والله ما هو عشاء ولا هو قد ولا هو صبوح ولا هو شيء طايرانا شوي من الشعريه كل بليد زرقة فيها شيء. هذا شوي هذا مروي ياسر والله اذا شويه تشهم حبيبتي من الشعريه انت دوري تفرقين شايفه جوعه والله شنو قال استراحت متى وعدي هذا مروي ياسر تقول للترك هذا كاتيا كنت نقول لهم كاتيا لا تكثروا من الطعام ولا تنتخموا هما قاعد رجايهم شيء انا قبيل يقول لي ده لا تنتخم لا تنتخم لا تنتخم دا تتعرض ما يتخم لا يتخم ما خليتيني بشو عارف ما هذا حد يعد وهذا ما جايبتي ليش هذا ما جايبته حتى كاري له ويشرب نشربه قاع ليش مكرونه مكرونه منين راعي لا حول ولا قوه ما بتشوف واحد ما عنده قاع مش شرمه ولا يشوف قاع من ما جبتي قاعك والله حد كان تقول مش صقني لك حالك صقني دوشاتك ايش تقول لنا ابي تطرحينا وقيمه اثرت حبات المكرونه حركات يا شم الشعريه بالطايره بين قديه حاد صغيرين خليتنا بجوعي امي ما واش هو هذا هو النظام هذا هو النظام ومن عقب اليوم هو اللي ترى خالق اللي عاجبه مرحبا بيه وسهلا واللي ما عاجبه الباب مفتوح يا امي ما هو نظام خليتنا بجوع كل مره جايبه لنا شويه مره شوي من الشعريه ومره شوي من مار ومره اي تقع ما تجيب لنا شيء هذا ضرك هو اللي قال له خير قوه من جياب والله اللي نختاره جياب عن قوه احنا قاعد ساي تقومينا يعطي لا تمشي بينا اذا ماكم قوه ماشي قومونا اسمع اسمع خلاص نحن ما يستعصى علينا شيء ما ليق لنا هنا ورقه انت تحقرنا بدن ما ليق بلوك انا مو ما لك عندي حق لا انا قاعد عمري ما بدي اعدل لنا اصلا عاد نقول لها هينا ما تمشي تمشي خطه اللي قلت لك ايش قالوا تخلط يخلطهم ان شاء الله ونيد دقيقه ونتنا بالروح ان شاء الله ترى علموا يا مصر يعني رسمات قاع اليوم ما كشك من اسمه شنو؟ قالت انك تقع انا انك لا تو لا انت لا انت مسكن وطاع شنو؟ انك لا تو لا كيف نحن تو انت بقيت صعق صعق انت بقيت تردك تردك والله كنت تقول خلاص يا انت قالوا؟ قال البارح وبركته له من قلت قاع لزمه جاو قال هلا وقع ما خلى استار الدار قاع من الدار على الشيعه والجيران والناس اللي في الدار قالوا عني انا قدام وقدموا لي من قدام وجهه ايوه حتى قال شو اخذ على بالك تقولوا انسان انسان ما ينطق قالوا عني تردت عني شنو؟ اذا قلت عني انا شنو؟ قلت عني والله انت ما تتكلم تفضل حق الله الداهر قال انت يوم داه من ودي يقول انت يا اخوي قلت لك تي ما تي هنا قلت لك قيم قالت هي ما يخالف قيم قالها قالت هي قيم ما قلت قلت لها قلت لها قيم هو شكل واحد قيم قول لي اذن انطروا لها شيء ما تنطروا قوام ثم مالك ثم مالي لا نقولها نيوقف صغار